مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. كنت حاضر اجتماع النهاردة الصبح الأحد صباحا، والقسيس عاطف كان بيوعظ وفي آية شدت انتباهي جدا، وحسيت ان انا عايز اشاركها النهاردة وسطينا ونبدأ بيها وقت عبادتنا وتسبيحنا. في تيموساوس الأولى 3 وعدد 16 بيقول: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح. عايز أقول الآية دي مرة تانية: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الشعار بتاعنا الوقت دوت بيقول: وحل بيننا يسوع المسيح اللي بنتذكر ولادته الأيام دي، نتذكر ميلاده. هو جه وسطينا، جه لكل واحد كل واحدة فينا. الوقت دوت في آخر السنة، هل مختلف عن السنين اللي فاتت ولا حاسس انه ده وقت مختلف؟ الرب عايز يتكلم لكل واحد وكل واحدة فينا بجد، في كل حتة وفي كل بيت وفي كل منطقة وفي كل مكان في العالم. الرب بيتراءى الأيام دي بمعجزات، في نفس الوقت ضغوط عمالة تزيد قوي، والحالة عمالة تبان في عينينا ان هي اوحش من زمان بكتير، لكن وجوده وسطينا محل دنيتنا، وجوده وسطينا هو السند لنا. هو ظهر في الجسد، جه عشاني وعشانك. النهاردة انا عايز احط عيني عليه واقول له: رب انت في المركز. عايز اقول له: رب انت مش بعيد عننا، انت موجود وسطينا طول الوقت. انت موجود في كل حين. غمض عينك في بداية اجتماعنا النهاردة، يا رب انا مصدق انك موجود، انا مصدق انك عظيم وصالح. انت جيت وسطينا، جيت مخصوص علشاني وعشانك وعشان كل واحد فينا. يا رب اشكرك، اشكرك لانك حاضر وسطينا. عشان كده خلونا النهاردة نفرح وننبسط قوي بحضور حضور الرب وسطينا. أمين. الكلمات اللي جاية اللي هنبدأ بيها وقت اجتماعنا بتقول: يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. قلبي هيسبح عشان انت موجود وسطينا يا رب. أمين. وقت ما تشعر انك عايز توقف تسبح الرب، اقف لو انت حاسس بكده. يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. وحدي حبك من جودك أنهل، في وحدي حبك من جودك أنهل. أنت حبي، الله حبي، أنت مرادي، أنت الخليل، رب رؤياك ربي تملأ
قلبي أمان. امسك فيه النهاردة طول الزمان. رؤياك رب، رؤياك رب تملأ قلبي أمان. في حضنك الله حب، الله حبي أنت مرادي، أنت الخليل رب الفؤاد. الله حبي أنت مرادي، أنت الخليل رب الفؤاد. الرب عاضد كل الساقطين، وهو يقوي كل المنحنين. أعين الكل إياك تتركب، أنت تعطيه طعما كل حين. الرب عاضد كل الساقطين، وهو يقوي كل المنحنين. تسبيح الرب ينطق فان كل نسمة تبارك اسمه القدوس. تسبيح الرب ينطق فان كل نسمة تبارك اسمه القدوس. أب حنان حنان ورحيم، طويل الروح كثير الرحمة. كل نسمة تبارك اسمه القدوس.
جسدي الرب ينطق فمي، كل نسمة تبارك اسمه القدوس بتسبيح الرب ينطق فمي، كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بنباركك بنعليك بنعظمك، ادي لك المجد اللي يليق بيك، تستاهل وحدك التسبيح. قدم لك كل السجود واحترام. واطرح اكاليلي عند قدميك، ونهاري وليلي راح ارنم ليك. واطرح اكاليلي عند قدميك، ونهاري وليلي راح ارنم ليك. حبيبي عن وصله يعجز اي لسان، أصله بالمجد مكلل ولي سلطان. حبيبي عن وصله يعجز أي لسان، أصله بالمجد مكلل ولي سلطان. واطرح أكاليلي عند قدميك، ونهار وليل رح أرنم ليك. واطرح أكاليلي عند قدميك، أحمر لي إسماعيل وجماله بارع بالأخضر خالي من العين. حبيبي أبيض وأحمر لي إسماعيل وجماله بارع بالأخضر خالي من العين. فاطرح أكاليلي عند قدميك، ونهاري وليلي راح أرنم ليك. فاطرح عينينا في ضيق أو جود، ما انت اللي دفعت كمان في دمك يا يسوع. وانت اللي دفعت كمان في دمك يا يسوع. واطرح أكاليلي عند قدميك، ونهاري وليلي راح أرنم ليك. واطرح نأتي لك يا ربنا، نودي لك إكرامنا، ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء.
يعني ما اعتقدش دي سقفة تعبر عن التسبيح والشكر والامتنان لربنا. لو عايزين نسقف لربنا نسقف له بجد ونحتفل بملك الملوك ورب الأرباب الحاضر وسط كنيسته وسط شعبه اللي جايين نفرح بيه وجايين نعيد ليه. عايزك ترفع قلبك معايا كده دلوقتي، هو حاضر في وسطنا. وانا جاي في السكة كده بقول له رب اجتماع النهاردة غير عادي، اجتماع للشفاء، اجتماع للحرية، اجتماع للتغيير، اجتماع للفرح. ندخل عام جديد مختلف، ما ندخلش بالمياه كده عند الكعبين وتبقى حياتنا كأنه النبع التي لا تنقطع مياهه. اطلب كده، اطلب من أجل السنة الجديدة، اطلب وإحنا بنعبر إلى عام جديد، عام مختلف. هللويا، أعظمك وأعظمك لأنك حاضر في هذا المكان الآن يا رب. بمجدك وبسلطانك أنت موجود في وسطنا الآن. إحنا بنعظمك يا رب جدا جدا وبنشكرك يا رب، متشكرين متشكرين يا رب، متشكرين إن إحنا موجودين في بيتك الآن في اللحظات دي يا رب. نشكرك نشكرك، عبرت بينا وعديت بينا وهتعبر بينا، هتعبر بينا دائما يا رب، هتعبر وهتكمل السكة للآخر وهتمجد يسوع في حياة الكثيرين يا رب. أنا أصلي النهاردة تلمس أرواحنا وتلمس يا رب أنفسنا ونفسياتنا وأجسادنا النهاردة. أشكرك لأن الاجتماع ده ما يكونش يا رب اجتماع كما لقوم عادة تعودنا نيجي الكنيسة يوم الحد، لكن اجتماع للقاءات شخصية النهاردة باسم يسوع المسيح، اجتماع لأجل نقلات كبيرة جدا روحية يا رب. أشكرك 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 النهاردة لا للإحباط يا رب، انزع الإحباط واليأس من وسطنا الآن يا رب، الآن الآن يا روح الله تعالى علينا، اسكب من روحك علينا الآن، استقبل واستقبلي من روح الله ليك النهاردة. تعالى بتعزيات ليست بقليلة الآن في وسطنا. أشكرك يا رب أشكرك أشكرك لأن تشجيعاتك تغمرنا الآن يا رب. كل واحد محبط، كل واحد يا رب منحني، كل واحد مكسور، كل واحد مهموم، كل واحد حاسس وشعر بالاحتياج يا رب وبالقلة. أشكرك لأن النهاردة في تغيير يا رب، أشكرك لأن في رفعة النهاردة، أشكرك لأن لن نعود يا رب كما جئنا. أنت الملك، سود علينا الآن يا رب، سود علينا الآن، ولتملأ المكان يا رب، ولتملأ المكان بحضورك الآن يا رب. أنت مليكنا بالحق يا رب، أنت مليكنا، أنت الملك يا رب في وسطنا. ارفع عنينا عليك يا رب النهاردة، ارفع عنينا عليك، خد المشهد يا رب وارفع عنينا من على أنفسنا وعلى ضعفتنا وعلى يأسنا وعلى إحباطنا وعلى مخاوفنا. نبص عليك النهاردة، نبص على القدير في وسطنا. أشكرك لأنك أنت الغالب يا رب، أنت الغالب، انت اللي خرجت غالبا لكي تغلب. اغلب في حياتنا يا رب الايام دي، اغلب 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 كل ضعف، اغلب كل روح يائسة جوانا، اغلب القلق، اغلب الخوف. اعبر بينا يا رب، اعبر بينا، احنا متشكرين يا رب، متشكرين على سنة كانت صعبة جدا بس انت كنت فيها يا رب موجود، موجود وحاضر يا رب. أنا بصلي لي ولإخواتي الليلة دي يا رب أنك تدع يدك علينا الآن يا رب، تلمس أرواح وتلمس يا رب أجساد وتلمس نفسيات الآن، إخواتنا اللي أمام الشاشات كمان النهاردة يا رب. أشكرك لأنك توصل لهم في المكان اللي هم فيه الآن، في أي بلد، في أي قرية، في أي مدينة، في أي محافظة، في أي قارة. أشكرك أشكرك لأنك يهوى شمة، الرب هناك في المدينة، الرب حاضر. أشكرك لأنك يهوى رافة، الرب شافينا. أمواج شفاء، أمواج حياة، أمواج محبة من عرش الآب، أمواج شفاء، أمواج حياة، أمواج محبة من عرش الآب.
حرية فيك شفاء فيك سلام فيك حياة فيك يا يسوع فيك يا يسوع فيك حرية فيك شفاء أمواج حياة أمواج محبة من عرش الآب أمواج شفاء أمواج حياة أمواج محبة من عرش الآب أمين أمين أمين. طيب اسمحوا لي أقرأ معكم بعض الأجزاء المتفرقة من كلمة ربنا. هقرأ جزئين، هقرأ من إنجيل يوحنا أصح واحد، الجزء اللي متعودين نقرأه من أول الشهر وأعتقد كلنا حفظناه، من عدد 14: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. أقرأ كمان جزء ملوش دعوة شكله بالميلاد، بس الوعظة هتكون منه النهاردة، من رسالة روميا، بولس الرسول إلى أهل روميا أصحاح 8، من أحب الأصحاحات، الأصحاحات اللي مليانة بالحقائق المهمة جدا اللي محتاجين النهاردة ربنا يكلمنا فيها ونصدقها ونمسك فيها. إذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. أمين. اتفضلوا استريحوا. الخدمات من أول الشهر كلنا متابعين، وكل حد بيطلع على المنبر بيعمل نفس المقدمة، فأنا هوفر وقت ومش هعمل المقدمة. شعارنا حل بيننا، وبدأ الأسيس سامح الشهر من بداية الشهر وتكلم عن التجسد، وتكلم من رسالة فيليبي، وتكلم عن كمان تكلم عن فكر المسيح وعن التواضع. دكتورة نورة إدوارد تكلمت على رأينا مجده، وتكلمت عن مجد المسيح حل بيننا وأظهر مجده وورى مجده. والدكتور ماهر صمويل اتكلم يوم الجمعة عن لاهوت الابن وعن قضية التجسد وعن بعض الـ الأسئلة اللي جاوبها اللي تخلينا نبقى فاهمين منطقية التجسد أو تجلي الله وظهوره في الجسد إلينا. النهاردة أنا هكمل الحديث عن حل بيننا، بس هتكلم عنه من منطلق واقعي بتاعنا النهاردة. هتكلم عن حل بيننا من ظروف حياتنا اللي احنا بنعيشها الأيام دي. السنة اللي احنا عايشين فيها، لو اي حد جي وقف على المنبر النهاردة وابتدى يتكلم عن السنة ويوصفها او يحط شعار للسنة، اعتقد كلنا بلا استثناء هنقول ان السنة دي من اصعب السنوات اللي عدت في حياتنا على كل الظروف. سنوات السنة دي كانت سنة مليانة باحباط شديد جدا، مليانة بقلق، مليانة بخوف، مليانة بيأس، مليانة
بأخبار سيئة كل شوية بنسمعها، حد من اللي بنحبهم بينتقل من الحياة، والبيت اللي كان فيه 4 بقى فيه 3، والبيت اللي فيه 5 بقى فيه 4. بنسمع عن أحباء لينا تألموا بالجسد تألمات شديدة جدا. سنة كانت صعبة بكل المقاييس، سنة سيئة زي ما بيتقال، وناس كتيرة مستنية بقى يلا فاضل لنا 10 أيام ولا 11 يوم ونخلص من السنة دي ونكسر وراها قلة. ده الواضح. لكن كمان العيد مش بس السنة، العيد السنة دي جاي في ظروف مختلفة تماما. العيد، عيد الميلاد بالذات ليه مظاهر جميلة، مظاهر مبهجة، وفي العيد ده بالذات أكتر من عيد القيامة حتى بنشوف المظاهر في الشوارع عند حتى غير المسيحيين، وبنشوف شجر الزينة، وبنشوف المولز بتشغل ميوزك وأغاني الميلاد والكريسماس، وجو مبهج كده، وجو بنتقابل فيه وعزومات وناكل مع بعض احتفالات الكريسماس، جو مختلف. بس العيد السنة دي الجو بتاعه مش كده خالص. الحاجة الوحيدة اللي موجودة في العيد ده المظهر الخارجي، لكن اللقاءات والقعدات والحفلات والفرحة الحقيقية والعيد الحقيقي مش موجود. العالم قفل، العالم كله تقريبا دلوقتي ان اوقات اعياد الميلاد واولاد واوقات رأس السنة هتبقى كلها مقتصرة على عيلتك، على بيتك، على المكان اللي انت موجود فيه. مفيش احضان خلاص، العيد بتاع الاحضان ده مش موجودة. عيد مختلف، عيد جاي في ظروف مليانة بالإحباط، وعند بعض الناس مليانة بالحزن، وعند بعض الناس عادي أيام عادية. وده اللي كان موجود وقت مجيء المسيح الأول، نفس الظروف مع تغيير الشكل. كان في جو عام من الإحباط، الشعب كان عايش تحت قهر وظلم الرومان، وكان عندهم إحباط شديد جدا، وكان عندهم حتى إحباط روحي زي كتير مننا. عارفين النبوات اللي جات عن ميلاد المسيح مليانة مليانة في الكتاب المقدس في العهد القديم، ومن ملاخي لمتى 400 سنة، دي المسافة، ما جاش المسيح. كل النبوات دي الشعب مستني المسيح يجي، مستنيه يحل بينا ويخلصنا من الظلم والقهر والإحباط والخوف وحاجات كتيرة قوي، ويخلص من سطوة الرومان. ما حصلش، وقعدوا 400 سنة السماء لم تتكلم بنبوة واحدة أن المسيح سيأتي. مش هيجي، وقت إحباط، حتى الناس أحبطت روحيا مش جاي. عارف زي ما احنا بنصلي بنقول مجد الرب قرب يجي، هيحصل مش عارف ايه، احنا بنعمل كده وبعدين ما بتحصلش حاجة بنحبط. ده كان وقت الشعب، ظروف شبيهة. وفجأة كده زي ما بيقول غلطية 4:4، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. لما جه الوقت المحدد والوقت المعين حل بيننا، حل في أوقات شكلها ايه؟ شكل إحباط. جه في وقت الشعب كان عنده إحباط وخوف وقلق، والانتظارات الروحية بتاعته ان المسيح يجي مش موجودة. في الوقت ده جاء المسيح، وقت كان يا إحباط يا عادي، ناس بتمارس حياتها العادية وناس عندها إحباط وجو كله مش كويس. عايز أتكلم النهاردة معاكم على كيف نعيد هذا العيد، كيف نعيد هذا العيد، كيف نستقبل عام جديد في وسط ظروف الإحباط والخوف والقلق والاحتياج. النهاردة هتكلم من رومية 8. رومية 8 للوهلة الأولى تحس أنه ملوش دعوة بالموضوع الميلاد ده خالص، هو ما بيتكلمش على ميلاد المسيح، هو قال آية واحدة عن ميلاد المسيح، بس الآية دي هي الآية المفتاحية اللي تخلينا نعيد ونفرح بالرب. هقول 5 حقائق، 5 حقائق متعلقين بميلاد المسيح، والخمس حقائق دول لو صدقتهم وحفظتهم في قلبك ورددتهم ايا كانت الظروف اللي بنكتاس فيها، ايا كان الايام اللي جايه شكلها ايه، هتعرف تعيد للرب. ردود افعالك هتتغير، طريقه حساباتك هتتغير، انتظاراتك هتتغير لو ال5 حقائق دول انت مسكت بيهم النهارده. في وسط الإحباط، في وسط الخوف، حل بيننا عشان أول حاجة يعملها يقولك العبارة دي: لا شيء من الدينونة. اسمعني كويس أرجوك، لو لم يأتي المسيح إلينا أنا وإنت هنكون تحت الدينونة. لكن هنا بولس بيكتب للكنيسة في روميا بيقول لهم لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. أكتر وقت عملت فيه مشورة هي الشهور اللي فاتت،
اكتر وقت قابلت الناس او كلمت الناس بالتليفون او على الزوم او فيس تايم كانت الشهور اللي فاتت. واكتر حاجه باينه في ملامح كل الحوارات دي ناس عايشه تحت الدينونه، ناس مؤمنين ولاد ربنا، بس لسان حالهم بيقول لو ما كنتش عملت كده، لو ما كنتش اتخذت القرار ده، لو ما كنتش غضبت بالطريقه دي، لو ما كنتش عملت الخطا ده، لو ما كنتش عملت الخطيه دي، قاعد عمال يدين في نفسه ويجلد في نفسه وكانه بيعاقب نفسه بدل ربنا. وعنده المفهوم ده ان ربنا لازم يعاقبني. عايز اقول لك العيد ده عيد بلا دينونه، لا شيء من الدينونه على الذين هم في المسيح يسوع. الناس اللي اتولدوا من جديد، الخليقه الجديده، الانسان الجديد اللي كنا بنتكلم عنه الشهور اللي فاتت، الانسان ده لا شيء من الدينونه. في روميه 7 الاصحاح اللي قبله بولس بيتكلم عن الصراع اللي بين الجسد والروح، ويقول كل مره عايز اعمل الصالح بلاقي الشر حاضر عندي، ومرات بعمل ما لا اريده، ما لا اريد ان افعله بلاقي نفسي بعمله. في صراع دايما بين الجسد والروح، ومرات بنفشل، ومرات بنخطأ، ومرات بنقع في الخطيه، ومرات الجسد بينتصر. لما ده يحصل لا تدين نفسك، لا تدين نفسك. بيقول لا شيء من الدينونه على الذين هم في المسيح يسوع. مزمور 103 عدد 13 بيقول كما يتراءى في الاب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه. اللي ابن ربنا، اللي ابن أبوه، بيترأف عليه، في كومباشن في قلب ربنا من ناحيتك. لا تجلد نفسك. عارفين المسيح لما حل بينا وعاش وسطينا وعاش بالجسد قال العبارة المشهورة دي، قال أنا هو الراعي الصالح. عمرك شفت راعي صالح لما الخروف بتاعه بيقع في حفرة بيضربه وبيشتمه وبيهينه ولا بيطلعه من الحفرة؟ أنا وإنت زي الخروف اللي بيقع وبياخد قرارات غلط، ومرات يقع في الخطية، ومرات يتصرف بتصرفات غير لائقة. مش بيضربك ولا بيشتمك ولا بيغضب عليك، بيرحمك، بيتراءف عليك. المسيح بعد لقائه مع نيقوديموس، في الحوار بتاع نيقوديموس ده في إنجيل يوحنا أصحاح 3 وعدد 17 كده، بيقول إن الله لم يرسل ابنه ليدين العالم بل ليخلص به العالم. هو مش جاي، مع انه من حقه يدين، وده اللي قاله بولس في روميا 8، بيقول من هو الذي يدين؟ الذي مات بل بالحري قام ايضا، المسيح من حقه. ده بيقول لك انا ما جيتش هنا عشان ادينك، انا مش جاي ادينك. ناس كتيره عندها فهم غلط للايه دي. ناس بتقول لا شيء من الدينونه يبقى استبيح بقى اعمل اللي انا عايزه. ما هو خلاص بقى، ما انا وقفت وسلمت حياتي للمسيح وقبلت الرب، خلاص اعمل اللي انا عايزه، ما انا داخل. عايز اقول لك لو ده لسان حالك ولو ده اللي انت بتقوله لنفسك، عايزك تراجع ايمانك. الابن الحقيقي اللي اتولد مش ده اللي جواه، اللي جواه عارفين ايه؟ هو الكلام اللي قاله بولس، الصراع اللي بين الجسد والروح، ان هو مش عايز يعمل ده، جواه حي، جواه الروح القدس حي، مش بيستبيح. او في ناس تقول لك انا اعاقب نفسي بدل ما ربنا يعاقبني، وازل في نفسي واعمل ممارسات كده عشان ابطل الخطيه وابطل الطريقه دي وابطل النرفزه وابطل حاجات كتير قوي. الدينونه مش بتغير، الدينونه مش بتغير. الاباء والامهات يفهموني، وانت بتربي عيالك مرات بتدينهم كتير قوي لان هم بيكرروا نفس الغلطه، صح؟ تقول له تاني كل مرة تعمل كده، هو انت ما بتفهمش، هو انت ما بتعملش، ونقعد ندين كأننا بنخليه كده يتشجع من جواه انه يبطل يعمل الغلط ده، بيرجع يعمله تاني، صح؟ ما بيتغيرش. وانا وانت عارفين ان الخطية نتيجتها مدمرة، وانا وانت عارفين ان مش عارف لما نعمل كده ده غلط، بس بنعمله. الدينونة مش بتغير. عارفين ايه اللي بيغير؟ لو النهاردة انت وانت بتنهي السنة بتدين نفسك وبتجلد نفسك، بدل ما تبص على نفسك بص عليه النهارده، بص عليه، تقابل مع الحب وخليه هو اللي يغيرك. يا جماعه احنا بنبطل الخطيه مش لان احنا خايفين من الخطيه، احنا بنبطل الخطيه بسبب الحب، بسبب محبه الله لينا ومحبتنا لربنا
مش حابين الخطية، كارهين الخطية، مش ما بعملش الخطية لأني خايف من الدينونة. أنا مش خايف من الدينونة، لأن هو قال لا شيء من، لأن هو قال كده وأنا أيضا لا أدينك، قال كده وأنا أيضا لا أدينك، مع أنه من حقه يدين. الحب اللي بيغير، تعمل إيه؟ تروح له زي ما أنت، تروح له زي ما أنت، وتكشف نفسك قدامه، تكشف ضعفك قدامه، تسيب النور ينور، وتتوب وتستمتع بالغفران، تستمتع بالغفران، تختم سنة وانت خفيف، وتدخل سنة وانت خفيف، مش وانت بتدين نفسك وانت عمال تحط أحمال على نفسك. ما تاخدش، عارف انت لو بتدين تبقى بتاخد مكان ربنا، ما تاخدش مكان ربنا، ما تاخدش مكان ربنا. اللي بيقول لك مش هدينك لو انت ابن، مش لكل الناس، لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع. ونفسي النهاردة أقول لكلمة لأي حد مش متأكد أنه في المسيح، الكلام ده لا ينطبق عليك، عايز الكلام ده ينطبق عليك وتعيش حر، اجري عليه، حط حياتك بين إيده، خليه هو يستلم حياتك ويقودها، تقول له أنا مصدق في مجيئك وموتك وقيامتك، مصدق أن أنا ابن ووارث. ولو انت كنت خدت القرار ده من سنين بس خلاص بقى، جدد عهدك معاه، جدد عهدك معاه. الدينونة مش بتغير. وانا بصلي من كل قلبي النهاردة ان العيد ده والسنة دي ما تتختمش وما تدخلش سنة جديدة بدينونة، لكن عيد بلا دينونة، بلا دينونة. الحاجة التانية، المسيح جه حل بيننا عشان يعملها، مش بس علشان انت ما تبقاش تحت الدينونة، لكن انت عشان ما تعيش بالخوف، بالخوف. احنا عايشين يا جماعة في عالم مرعب، كل يوم بنسمع اخبار صعبة. النهاردة لسه كنت بقرأ الصبح الاخبار يعني، وواحدة من الأخبار سلالة جديدة من الكورونا تظهر في بريطانيا وأستراليا والدنمارك وهولندا، أشد فتكا وأشد انتشارا. أنا بتكلم بجد ده، ودلوقتي بعض الدول، ثلاث أو أربع دول منعوا السفر لبريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا. أخبار مفزعة، أخبار مخيفة بنكتاس فيها الأيام دي. بص في رومية 8 وعدد 14 بيقول لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. سنة مليانة بأخبار مخيفة، السنة دي كانت مليانة بالمفاجآت يا جماعة، وأكتر حاجة بتخوف الإنسان الغد المجهول، ظلمة، مش شايفينه، مش عارفين ايه اللي هنشوفه بكره، مش عارفين النهارده قفلنا الكنائس، ما اعرفش هيقفلوا البلد ولا مش هيقفلوها، مش عارفين. فعلا كل يوم خبر جديد مرعب ومخيف، وكل يوم ناس تروح الشغل مش عارفه ده اخر يوم ليها في الشغل ولا هتروح تاني يوم الشغل، مش عارفه هتقبض تاني ولا مش هتقبض، محدش عارف، محدش فعلا عارف، محدش عارف لو جالي كورونا هعدي منها زي اللي عدوا، ولا لو جالي كورونا مش هعدي منها، ما حدش عارف. أخبار سيئة ومخيفة جدا، بس هو حل بيننا عشان يعلن للبشرية. من قبل ميلاده بعت رسالة من السماء للأرض لكي لا نخاف. تخيلوا لما تفتكر كده أحداث الميلاد قبل ميلاد المسيح، أول بشارة من الملاك راحت لزكريا عن ميلاد يوحنا المعمدان، أول ما ظهر الملاك لزكريا قال له إيه؟ لا تخف. أول حاجة، أول كلمة، أول طلعة، لا تخف. قديس العذراء القديسة مريم يظهر لها جبريل، يا مريم لا تخافي. يظهر للرعاة اللي عايشين عادي، اللي بيعملوا شغلهم، اللي بيحرصوا حراسات الليل، يقولهم ها أنا أبشركم، لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكل الشعب. هو جاي عشان انت وانا ما نعيش بالخوف، ما نعيدش واحنا خايفين، ما ندخلش سنة جديدة واحنا خايفين. هو جاي عشان كده، حل بيننا لكي لا نخاف. عارفين
في نبوات كتيرة جت عن ميلاد المسيح، بس واحدة من أشهر وأعظم النبوات اللي جت عن ميلاد المسيح في أشعياء، في أشعياء 7. أشعياء 7 نبوة عن ميلاد المسيح جت لشخص ما كانش حتى يعني عدل قوي، كان شرير يعني، ملك اسمه أحاز. والقصة بتاعت أشعياء 7 قصة بتتكلم على رعب وخوف الإنسان. في أشعياء 7 كان في ملك أرام رصين وابن رماليا ملك إسرائيل، عايزين عملوا اتفاق مع بعض على ملك يهوذا اللي هو أحاز. وأحاز جات له الأخبار إن في اتحاد حصل وإنه جايين ياخدوك أنت وكل المملكة بتاعتك. أحاز خاف جدا. بص الكلمات اللي الكتاب بيوصف بيها أحاز. ربنا كلم أشعياء وقال له روح لأحاز، يقول له كده في عدد 4 وقول له الكلام ده، وقل له احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنب هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رصين وأرام وابن رماليا. بيقول له لا تخف ولا يضعف قلبك. واحد خايف وقلبه ضعيف، أخبار مفزعة، سمع أحاز قلبه جواه، عارفين لما القلب كده يدق بسرعة ويخاف ويرتجف، ده كانت حالة أحاز. ربنا كان مهتم بيه رغم أن أحاز ما كانش هو يعني الإنسان الروحي اللي شكله جميل قوي، لكن ربنا كان مهتم بخوفه. وربنا مهتم بخوف أولاده، ربنا مهتم بخوفك قوي وبخوفك قوي، مهتم بالأيام الجاية في حياتك. وبعد شوية أحاز مكمل في خوفه، ربنا يقول لأشعياء قول لأحاز اطلب آية، رفع طلبك وعمقه، قول أي حاجة، أي حاجة وأنا هعملها لك، صلي أي صلاة وأنا هعملها لك يا أحاز. ربنا مهتم بخوفه. أحاز يقول لا أطلب ولا أجرب الرب إلهي، لا لا لا. بعدين ما أنا ياما صليت يا جماعة وحصل إيه؟ أقول لك صلي، تقولي ما أنا صليت يا أسيس وحصل، هو في حاجة اتغيرت؟ لا أطلب، هو كده أنا هتكسف وربنا يتكسف، ربنا يتكسف لأنه ما عملش حاجة وأنا أحبط في ربنا، لا أطلب ولا أجرب الرب إلهي. من ربنا مهتم بهذا الشخص الخائف، يقول له أشعياء روح لأحاز وقول له الكلمات دي، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل؟ قال لي تفسيره الله معنا، من الآخر حل بيننا عشان يشيل الخوف من قلوبنا، خوف من الموت، خوف من بكرة، خوف من أي حاجة. مش كده في النبوة في أشعياء 9 بيقول أنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، وصاحب السلطان ما تخافش من الأول للآخر، الرياسة على كتفه، هو إله قدير يقدر أبا أبديا رئيس السلام، ده اللي تغنت به الملائكة يوم ميلاده. ما تخافش لأنه اللي معانا أقوى من اللي علينا، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. كلمة لا تخف جت في الكتاب المقدس 365 مرة، يعني كل يوم الصبح ما بتصحى وتفتح عينك ربنا كأن ربنا عايز يقول لك لا تخف لا تخف لا تخف. بس الأخبار بتقول، بس مش عارف بيحصل إيه. 365 مرة في الكتاب المقدس كل يوم بيقول لك لا تخف. حل بيننا عشان أنا وأنت نعيد عيد بلا خوف، وندخل سنة جديدة مجهولة، مجهولة الحقيقة أن هي مجهولة، بس مش خايفين لأنه عمانوئيل، لأنه موجود، لأنه موجود. ما تعيدش وأنت بتدين نفسك وتجلد نفسك لأنه لا شيء من الدينونة، ما تعيدش وأنت خايف لأنه حل بيننا لينزع الخوف. الله لم يعطينا روح الخوف، ده اللي بولس بيقوله لتلميذه تيموثاوس، ربنا ما بيديش روح خوف. الإله اللي بنعبده ما بيديناش روح خوف، لكن روح المحبة والقوة والنصح، روح قوة ومحبة ونصح. جماعة الخوف باب، لو إبليس دخلك منه امتلكك، صدقني الخوف باب، لو إبليس دخل منه هتعمل كل حاجة غلط عشان تخلص من الخوف، ردود أفعالك هتبقى غلط، قراراتك هتبقى غلط. الخوف باب، لو إبليس دخل منه هيسيطر على حياتك.
لكن هو حل بيننا لكي لا نخاف. بسرعة عشان الوقت. الحقيقة التالتة حقيقة مهمة قوي في رومية 8. حل بيننا لكي يعطينا رجاء. حل بيننا عشان يشيل الدينونة، عشان يشيل الخوف، لكن كمان ليعطينا رجاء. في رومية 8 عدد 25 أو هقرأ من عدد 24. لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. عارفين أكتر حاجة بتميز عيد الميلاد إيه؟ الأمنيات. بيبقى عندنا أمنيات، خصوصا بيجي العيد في آخر السنة، فعندنا أمنيات في العيد تجينا هدايا معينة، وعندنا أمنيات لسنة جديدة وواقع أفضل وواقع مريح. وأمين يبقى واقع أفضل وواقع مريح. عندنا أمنيات، بس الأمنيات حاجة والرجاء حاجة. الأمنيات غير الرجاء. الأمنيات ممكن تحصل أو ما تحصلش، الرغبات ممكن تتحقق أو ما تتحققش، لكن الرجاء ده موضوع تاني خالص ملوش دعوة بالأمنيات. مش بتمنى، الرجاء مش أمنية. الأمنية بتحصل والرغبة بتحصل، بتتوقف على الناس، بتتوقف على الظروف، بتتوقف عليا. دي الأمنيات والرغبات، فتحصل أو ما تحصلش بتعتمد على الظروف أو الناس. لكن الرجاء مضمون، لأن اللي ضمنه ربنا، لأنه مش متوقف على الناس ولا على الظروف، ده متوقف على اللي قاله ربنا. ياما ناس كتيرة أمنياتها متحققتش وأحبطت، بس ولاد ربنا مش بيعيشوا بالأمنيات. الأمنيات مش وحشة على فكرة، حاجة كويسة أن يبقى عندك أمنيات، حاجة مش وحشة، لكن إحنا مش مدعوين نعيش بالأمنيات، إحنا مدعوين نعيش بالرجاء. ده اللي بيقوله في رومية. والرجاء بيغير الطريقة اللي أنا وإنت بنفكر فيها. عشان كده وإنت بتقيم السنة 2020، وإنت بتفكر في 2021، وإنت بتقيم الزمن وظروفك وأحداث حياتك وكل اللي حصل معاك، الرجاء بيغير طريقة التفكير. الرجاء بيغير طريقة التفكير. الأمنيات بتخليك تحبط، لأن كل اللي شفناه في 2020 بالعين الإنسانية عكس كل الأمنيات اللي نتمناها. لكن الرجاء يخليك تحسب حسبة تاني خالص، تفكر فيها بطريقة تانية خالص. اللي حصل في العالم 2019 و 2020 بيقول لنا حاجة واحدة، أن هذا العالم عاجز، أن هذا العالم ساقط، أن هذا العالم فاشل. كل العالم، كل اللي حصل فيه وكل اللي بنسمعه بيقول الثلاث حاجات دول، وأن كل أمنية العالم تمناها فشل أن يحققها. بس عايز أقول لك حاجة، اللي عندهم رجاء في ربنا لا يحبطوا كما أحبط العالم، لأن هما ما عندهمش، هما عندهم رجاء. مش كده في أشعياء 49-23 بيقول إني أنا الرب الذي لا يخزى منتظره. الناس اللي حطت رجاءها في ربنا وصدقت ربنا لا يحبطوا، لا يخزى، لا يحبطون، لا يحبطون. خلي بالك ان المشاعر، الرجاء مش المشاعر الإيجابية، مش التفاؤل، ومش الأمنيات، مش الرغبات. الرجاء المسيحي هو شخص ربنا يسوع المسيح. حتى الرجاء بتاعنا مش في مكان هنروحه، تخيلوا احنا هنبقى معاه، بس رجائنا في شخص المسيح اللي حل بيننا بالجسد من أكتر من 2000 سنة، وحالل فينا الآن بالروح القدس. احنا رجائنا في هذا الشخص اللي سنكون مثله، اللي سنراه كما هو. ده الرجاء، الرجاء في شخصه وفي اللي قاله، في اللي قاله. غلطي 4-4 بيقول كده، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. أصعب حاجة في قضية الرجاء هو الانتظار، هو الانتظار أصعب حاجة.
بس الآية اللي أنا قلتها لحضراتكم من غلطي 4-4 بتقول إن ربنا عنده توقيتات وعنده أزمنة، إن الموضوع مش ماشي كده. بيقول لما جاء ملء الزمان، لما جه الوقت المظبوط، لما جه الوقت المعين، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. وميلاد المسيح بيؤكد الحقيقة دي، إن ربنا عنده توقيتات محددة لكل شيء. ميلاد المسيح حلوله بيننا لما جه ملء الزمان، دي حقيقة بتؤكد أن الله عنده توقيتات وأزمنة محددة لكل شيء. والمشكلة بتاعت الانتظار، لأن الوقت عنصر مهم في حياتي وحياتك. الوقت عنصر مهم في الشغل، مهم في الخدمة، مهم في الأنشطة، مهم في الراحة، مهم. الوقت عنصر مهم. في آية ملهاش دعوة بالميلاد بس بتتكلم على نفس الحقيقة، في حبقوق 2 بيقول انت وانت فانتظرها فهي تأتي اتيانا ولا تتأخر. لما حبقوق شاف الرؤية وربنا قال له الرؤية اللي شفتها وسمعتها دي انقشها، اكتبها علشان يرقد قارئها. هشرح الكلمتين دول بعد شوي. عشان يرقد قارئها، انت وانت فانتظرها فهي تأتي اتيانا ولا تتأخروا. الآية دي بالرغم انها بتتكلمش عن الميلاد، لكن بتتكلم عن حقيقة مهمة قوي، ان ربنا عنده توقيتات. وقال لحبقوق اكتب الرؤية دي يا حبقوق، وكأنه بيقولها له دي مش لجيلك قوي يا حبقوق، لكن لناس تانية اكتبها عشان الناس التانيين لما يشوفوها، لما يقروها يرقدون، يعني يتقدمون، يعني يعملوا بروجريس، يعني ينمون، يعني ينضجون، يعني ياخدوا موقف إيجابي. طبعا الرؤية ملهاش دعوة بالميلاد، كانت عن البابليون وعن انتصارهم في المستقبل. لكن بيقول هنا، بيقول اللي يقراها الرؤية دي، اللي يقراها هيعمل بروجريس، هيعمل، هيرقد، هينمو، هيتغير، هيتقدم. وإن توانت حصلتش في الوقت ده فانتظرها. الآية دي بتؤكد ان ربنا عنده توقيتات وأزمنة. مش كده؟ ما تفقدش رجائك، ما تفقدش الرجاء. ربنا عنده وقت. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. ما بيقولوش يا حبقوق خلي الناس تجري وبعدين تقرأ الرؤية. قال له لا، قال له لما الناس تقرأ، لما الناس تشوف الكلام ده، لما الناس تصدق الكلام ده، هيعملوا تغيير، هتقدمون. بعدين بيقول له انت وانت فانتظرها فهي تأتي اتيانا ولا تتأخر. مش بس ربنا عنده توقيت، لكن هيعملها، هيعملها. عارفين زكريا؟ بفتكر زكريا، زكريا صلى كتير اعتقد، يعني الكتاب ما قالش تفصيلات، بس صلى كتير ان غالبا يكون عنده طفل، لانه الملاك قال له يا زكريا طلبتك قد سمعت. ده معناها انه صلى ان يكون عنده طفل. ما اعرفش بقى صلى قد ايه، سنين، شهور، وتقدمت بيه الايام وما جالوش طفل. بس لما جه الوقت المحدد، جه جبرائيل مخصوص يقول له زكريا عندي خبر حلو قوي ليك، الوقت جه، انتظر الرب، ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. لو الرب اداك كلمة، لو الرب قال لك أمر معين من كلمته، كلمك بصورة شخصية، انتظر الرب. في خدمتك، في بيتك، مع أولادك، في ارتباطك، في شغلك، انتظر الرب. في توقيت، قد أتت الساعة، في توقيت. لكن مش في توقيت بس، لكن هو بيصنع لمن ينتظره. وقت الانتظار وقت مش ضايع. اوعى تفتكر وقت الانتظار وقت ضايع، ده وقت ربنا بيشتغل فيه في حياتك. ده ربنا بيسنفرك وبيسنفرني وبيكبرني وبيغيرني وبيغيرك. ربنا بيعمل لؤلؤة جميلة ليه. ده وقت مش ضايع، مش يا استنيت سنين طويلة قوي. ده الخيرك. وأؤكد ليك لما هيجي وقتك ستأتي السماء باستجابات فورية. هيرسل الملاك، هيرسل، يركب السماء ويأتي إليك. حب قوي سمعان الشيخ في قصة الميلاد، اللي الروح القدس قال له انت مش هتشوف الموت من غير ما تشوف الطفل يسوع. قعد منتظر منتظر منتظر، تقدمت بالأيام. حصل ولا ما حصلش؟ حصل.
شال يسوع، شال يسوع، قال له الآن تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته لجميع الشعوب. حصل. حاجة الرابعة، حل بيننا ليعمل. عيد بلا دينونة، عيد بلا خوف، عيد برجاء، لكن عايز أقول لك حل بيننا ليعمل في هذا العيد، ويعمل هذه الأيام، ويعمل الأيام القادمة، ويعمل كل الأيام. بص في رومية 8 بيقول ونحن نعلم، احنا متيقنين أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. جميلة قوي قوي. هقف عن ثلاث كلمات بسرعة. كل الأشياء، مش بعض الأشياء، مش الأشياء اللي على مزاجه ولا على مزاجك ولا على مزاج الناس، كل الأشياء بما فيها أخطائنا، بما فيها حتى خطيتنا، بما فيها ضعفاتنا، كل حاجة، كل شيء هو بيستخدمه، كل الأشياء. بس الأشياء دي لو اشتغلت لوحدها هتدمرك. اسمعني كويس، الأشياء دي لو هي اللي اشتغلت شيء شيء اشتغل في حياتك هيدمرك، هيحبطك، هيفشلك، هيقضي عليك. لكن هو بيعمل من هذه الأشياء. الأشياء لا تعمل وحدها، الأشياء دي مش بتشتغل لوحدها. لو اشتغلت لوحدها أنا وإنت مش هنبقى موجودين هنا، أنا وإنت هنبقى في حتة تاني خالص. لكن في محبته وفي صلاحه هو يعمل من الأشياء ما هو لخيرنا. كل الأشياء تعمل مش لوحدها، هو بيحط الحاجات على بعض، بيركب الحاجات على بعض عشان تطلع ما هو لخيرك ولخيري. اوعى تبص على قصة حياتك وعلى الفصول بتاعت حياتك فصل فصل منفصل، اوعى تعمل كده. بص على الكتاب كله، بص على كل فصل في حياتك، هتلاقي الفصول في الآخر بتوصل للنهاية السعيدة. كل الأشياء كلها هو بيشغلها لخيرك ولخيري. وده التحدي، ما هو الخير؟ ما هو الصلاح؟ مش تعمل، مش كل الأشياء تعمل رغباتنا، ولا تعمل شهواتنا، ولا تعمل أمنياتنا، لا، كل الأشياء تعمل معا للخير، مش للأمنيات، مش للرغبات. إيه هو الخير؟ الخير قالوا أن نكون مشابهين صورة ابنه. هو ده كل الخير، ده أعظم خير ممكن يحصل لك ويحصل لأي إنسان، أن تكون مشابه صورة ابنه، تبقى زيه بالظبط. ده الخير، ده الصلاح، إن أنا وإنت نبقى مشابهين يسوع، وحياتك ده الخير، تبقى لخير الآخرين. كل الأشياء تعمل معا للخير ليا، لأكون مشابه صورة يسوع، وحياتي تؤثر في الآخرين. هو ده الخير. احنا مرات بنفهم انا عايش مع ربنا، انا بخدم ربنا، انا بصوم، انا بصلي، انا بدفع العشور، انا بعمل حاجات كويسة، المفروض بقى لا اتألم، لا امرض، لا اعيا، لا احتاج، او على الاقل يعني لما الحاجات دي تحصل تروح فتح لي باب، تروح كده مزبطني بطريقة ما. طب انا عايزك تتأمل معايا في دقيقة واحدة في شخصية العذراء القديسة مريم. ايه رأيكوا فيها؟ فتاة متواضعة، ملاك يقول لها وجدت نعمة عند الله. ايه رأيكم في الكلام؟ اروع كلام ممكن يتقال. المفروض، وبعدين يقول لها انت هتشيلي ابن العلي. المفروض القديسة العذراء مريم دي حياتها تبقى شكلها ايه؟ ايه؟ شايلة ابن العلي، شايلة ابن الله، فتاة متواضعة، عندها نعمة رهيبة في عينين الرب. المفروض بقى حياتها تبقى سلسلة من الامتيازات، سلسلة من الراحة. لا، بص على حياتها بعد ولادة المسيح على طول، تبقى قلبها وكلها على ابنها وهو 12 سنة في الهيكل بتدور عليه ومش لاقيه، فبعت لها ملاك يقول لها ان هو في الهيكل. بعد شوية تروح تطلبه وهو قاعد مع ناس بيوعظهم، وبعدين ناس تروح للمسيح تقول له امك واخواتك يطلبوك، فين؟ يقول لهم ايه؟ تخيل بقى لو انت ام وجات عايزه تشوفي ابنك، وبعدين يقول
اقول لكم مين امي واخواتي؟ امي واخواتي واخواتي. صعب قوي على اي ام يا جماعه، صعبه. سيبك من كل ده، سيبك ان هي ترملت وهي صغيره، سيبك من كل ده، انك تشوفي ابنك بيموت ابشع موته، صعب قوي. جاز في نفسها سيف، دي العذراء القديسة مريم. احنا عارفين في علاقتنا بربنا عندنا سذاجة رهيبة، المفروض انا مؤمن وكويس وفعلا حقيقي من جوايا وبعمل كل شيء زي ما الكتاب بيقول، المفروض حياتي تبقى حاجة تانية. تهي العذراء القديسة مريم ما شافتش الايام اللي احنا عايزين نشوفها دي، صح؟ بالعكس، بس كان ده لخيرها وخير البشرية، هو ده الخير. خيرك انك تكون مشابه صورة ابنه، ولخير البشرية. عيد بلا دينونة، عيد بلا خوف، عيد برجاء، عيد الله يعمل في حياتك. يمكن العيد ده الظروف بتاعتك صعبة، يمكن صعبة، صدق ان ربنا شغال ومازال يعمل. لا تنظر الى ظروف حياتك منفصلة. بس عايز اشجعك بالآية دي اللي في رومية 8:32، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. أختم بالحقيقة الخمسة والأخيرة، هو يعمل وهو معك، حل بيننا ليكون معنا كل الأيام. أنا عايزك كده تقول لنفسك هو معايا، قول لنفسك هو، دي حقيقة يا جماعة. طب أقول لك حاجة، الموضوع مش مشاعر. يعني قبل ما بتتجوز مراتك، لما كنتوا مخطوبين أو كنت بتحبها، كان عندك مشاعر جياشة ناحيتها، صح؟ وكنت حاسس بالقرب وبالمحبة وكده. بعد الجواز نوعية المشاعر بتتغير، يمكن مش نفس المشاعر اللي كانت موجودة قبل الجواز، بس المشاعر بتتغير أو بتبقى كده عادية، يعني عادي يعني، بس صح؟ المشاعر اللي اتغيرت دي بتنفي حقيقة إن اللي قاعدة جنبك ولا اللي معاك في البيت دي مراتك؟ لا، صح؟ مراتك، حتى ولادك يا سيدي، ساعات ولادك دول تقعد تدلع فيهم هم صغيرين، لما يجبروا ويخنشروا وصوتهم يتخن ومش عارف ايه، ويبقوا بيردوا وبيبقوا بيعندوا وبيعملوا، وبتبقى يعني في دخلتهم مش طايقهم وفي خارجتهم. هل المشاعر اللي اتغيرت دي تنفي الحقيقه ان دول ولادك؟ سواء كنت شاعر ان ربنا معاك ولا مش معاك، هو معاك. وصلت؟ سواء كنت شاعر، حلوه المشاعر، بس لو مش شاعر عايز اطمنك هو معاك، دي الحقيقه اللي الكتاب بيقولها. بص في روميا 8 اقرا لك الايات الجميله في نهايه الاصحاح، بيقول في عدد 38، فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبله ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبه الله في المسيح يسوع ربنا. ولا حاجه، ولا كل تحدي بنكتاس فيه، ولا كل ازمه بنكتاس فيها، ولا كل كورونا بنكتاس فيها او هنكتاس فيها او هيجيبوا لنا سلاله جديده، تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع ربنا. مفيش حاجة تقدر تفصلنا عن محبته، لأنه معنا، لأنه موجود. وقال لهم كده، ها أنا معكم كل ما، قال لهمش لا لما تيجي الكورونا مش فاضلكم، ما قالش كده كل الأيام. جه وعاش وسط الناس ولمس احتياجاتهم وحررهم وشفاهم ووعظهم وشجعهم وعمل حاجات كتير قوي، وهو الآن معنا بالروح القدس يعمل نفس الأعمال بالروح القدس. عشان كده العيد ده ممكن يبقى عيد مختلف تماما لو صدقت الحقيقة دي، رغم انك يمكن الأيام دي ظروفك صعبة جدا، وانا مقدر ومتعاطف معاك وربنا مقدر ومتعاطف معاك، بس أقولك افتح عينك على الحقيقة دي، افتح عينك على الحق ده، ان انا معاك، وان كان الله معنا فمن علينا. مصدق
حل بيننا، حل بيننا، عشان أنا وإنت نعيد عيد بلا دينونة بلا خوف، عيد برجاء، عيد وإحنا مصدقين إنه شغال وبيعمل الآن، عيد وإحنا مصدقين إنه معانا فهنعيد ليه؟ لأنه معانا. أنا بصلي من كل قلبي تأمل البسيط دي والعبارات البسيطة دي تكون سبب تغيير في حياتك النهاردة، وإنك تعيد بمفهوم جديد. العيد مش اللبس الجديد، العيد مش إن صحتك تبقى كويسة، ده العيد إن مفيش دينونة، إن العيد إن أنا مش أخاف، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، وإن كلمته كل يوم بتقول لي لا تخاف يا سامح، ما تخافش، كل يوم كل يوم كل يوم تقول لي ما تخافش، أنا عندي رجاء حتى لو حياتي انتهت، حتى لو الكورونا قضيت، الكورونا مش تقضي عليك لو وقتك ما جاش. اسمع العبارة دي مهمة قوي، يعني الكورونا لو وقتك ما جاش الكورونا مش تاخد عمرك، مش هيحصل. لو وقتك جه ممكن الكورونا تبقى واحدة من الأسباب يعني أو السبب. أنا عندي رجاء، مش إن هعيش، أنا عندي رجاء إن عشت فللرب هعيش، وإن مت فللرب أموت، هكون مثله، أراه كما هو. رجائي في شخص، مش في ظروف تتغير، مش في صحة تبقى صحتي أحسن، ده الرجاء، الرجاء في شخص المسيح. المحبة بناخدها من شخص والشخص، والإيمان في شخص، والرجاء في شخص يسوع المسيح. وصدق الظروف الصعبة اللي انت بتكتس فيها الأيام دي، ربنا شغال. مرات بنفتكر ان ربنا صامت، بس بيشتغل، في صمته يعمل، وهو يعمل الآن. ده اللي قاله لوقا وهو بيكتب لثوفيلوس، وما ابتدأ يسوع أن يفعله، هو شغال، شغال لغاية النهاردة، شغال. يمكن انت مش واخد بالك، يمكن انت مش واخد بالك انه شغال، بس صدقني هو بيعمل كل الخير ليك وهو معك وانت ماشي. مش مهم شاعر ولا مش شاعر، لكن صدق كده بعقلك، وخلي الحقيقة دي من عقلك لقلبك. كل يوم الصبح لما تخرج من البيت معاه، انا عارف انه معايا، بس انا مش شاعر بس هو معاك، انت مش شاعر بس هو معاك، عشان هو قالها انا معكم كل الايام وهو مش بيكذب. اسمحوا لي نغمض عينينا وناخد وقت نصلي. لا شيء من الدينونة الآن، الآن النهاردة على الذين هم في المسيح يسوع. يمكن تكون عملت الخطية، اعترف النهاردة، اعترف، قل له حررني يا رب، قل له اغسلني بدمك يا رب، ما تستسلمش النهاردة. ويمكن تكون النهاردة انت مش متأكد انك ابن لله، تقدر النهاردة تعمل القرار ده بكل إرادة، حط حياتك بين ايدين المسيح، تقول له بسلمك الدفة من النهاردة، اؤمن بموتك وقيامتك، مات من اجل خطايانا واقيم من اجل تبريرنا. عندك فرصة اللي في الكنيسة وامام الشاشات انك تقول له يا رب استلم حياتي، عايز ابدأ بداية جديدة معاك يا رب النهاردة. اعتمدت على الجسد وفشلت، قومت الخطية بالجسد وفشلت، النهاردة جاي اتكل عليك واستند عليك. واحنا مغمضين عينينا، لو انت عايز تصلي الصلاة دي، انا عايز اصلي من اجلك، عايز تعمل بداية النهاردة وتبقى في المجموعة بتاعت الذين هم في المسيح يسوع اللي ما عليهمش دينونة، واحنا كلنا مغمضين عينينا، ارفع ايدك في مكانك عشان عايز اصلي من اجلك. امين 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 في الجاليري، امين 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 امين. معلش نفسي كل واحد رفع ايده اقف كده عشان اصلي، اقف. لو انت من الناس اللي رفعت ايديها وبتاخد قرار النهارده، اقف. اشعر النهارده انه المسيح عايز يحرر ناس،
عمال تدين في نفسك وتجلد في نفسك ومش عارف تتغير. النهاردة فرصتك، الليلة دي فرصتك. قول له كلمات بسيطة من قلبك، قول له أنا جاي لك زي ما أنا رب، جاي لك بضعفي، جاي لك بخطيتي، جاي أقول لك سود علي الآن يا رب وامتلك حياتي، جاي أسلم روحي ونفسي وجسدي ليك، جاي أتوب قدامك يا رب النهاردة. اغسلني بدمك من كل خطية. أنا أؤمن يا رب أنك جيت من السماء للأرض عشان واحد زيي، عشان ترفع الدينونة، عشان أعيش حر، عشان أعيش غالب فيك ومنتصر فيك وأسلك بالروح مش بالجسد. أشكرك لأجل مجيئك إلينا يا رب، أشكرك عشان جيت لخطى زينا، جيت تزورنا وتفتقد حياتنا. أيوة يا رب أنت افتقدتنا، أشرقت علينا إحنا الجالسين في الظلمة وظلال الموت عشان تهدي أقدامنا في طريق السلام. أنا بصلي لكل واحد واحدة من اللي واقفين النهاردة يا رب، كل واحد بالصدق جاي لك بيرمي نفسه عليك يا رب. أنا بصلي عمليات ولادة جديدة يا رب الآن، أنك تضع نقطة وحد للقديم والعتيق في حياتنا. أشكرك عشان دول أبناء وبنات ليك من الآن يا رب، ده كلامك. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله. كنت قبلت ربنا النهاردة بالإيمان، قبلت موته وقيامته وتبريره، أنت ابن وأنت بنت لله. لا شيء من الدينونة الآن للي قبلوا المسيح وحطوا حياتهم بين إيدين المسيح. ولو أنت واحد عملت الخطوة دي قبل كده، جدد عهدك مع المسيح. خلي العيد يبقى عيد، خلي العيد يبقى عيد. إنني ربي عارف ذنبي قد قصيت واتهت عن دربي، اغسلني ربي بيدي والصليب، انت يا من جئت بالفدا العجيب، اغسلني ربي بيدي والصليب، انت يا من جئت بالفدا العجيب. صدقني في غفرانه. اوعى تقول انا عملت بلاوي كتير قوي، ده انا عملت قبل ما اجي الاجتماع بلاوي، اتفرجت على حاجات وقلت الفاظ. وانا ايضا لا ادينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي. صدق في الغفران، الغفران حقيقي، الغفران مش كلام ومشاعر، لكن لو جيت بتوبة حقيقية ده الغفران. صدق صدق. في رحابك في صليبك أحضر السلام، في ظلي
النهاردة في اللحظات اللي فضلنا في الاجتماع ارفض الخوف واطرد الخوف باسم يسوع المسيح من حياتك، واطمن اطمن. كتب المرنم وقال اطمن، خايف ليه؟ اوعى تخاف، ده انت عارف ان انا وانت حدقة عين، وعارفين حدقة العين دي الحتة اللي عاملة زي التفاحة جوه كده في نين العين، انا وانت حدقة عينه. عارفين اي حد مننا لو في سهم هيترمي في عينه ولا سكينه ولا حد جايب ابره يشكك في عينيك بتعمل ايدك كده صح عشان ما تجيش في عينك؟ عارفين المسيح عشان يحافظ عليك وعليا وعشان انا وانت ما نخافش حط ايده على الصليب وسمرت يداه عشان يحامي عنك، عشان يحافظ عليك، عشان يديك حياه، عشان ما تخافش. في ايد قديرة تحميك، اليد المثكوبة تحميك، تحوط حواليك. ضابط كل الاكوان وبروحه في كل مكان وبيدي سلام وامان للي يتعلق بيه. في الرحمة ملوش مثيل وفداءه ده هو دليل عن حبه لكل زليل غالي ومحفوظ في عينيه. ضابط كل الاكوان وبروحه في كل مكان وبيدي سلام وامان للي يتعلق بيه. في الرحمه ملوش مثيل وفداءه ده هو دليل عن حبه لكل زليل غالي ومحفوظ في عينيه. اطمن خايف ليه؟ انا ناقش اسمك على كفيه كل ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن عنده للموت مكان، ما هو الاسد الخالي غالب وهيفضل غالب. اطمن 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 خايف ليه؟ انا ناقش اسمك على كفيه كل ما انت ماسك في ايديه. اطمن شق طريق
خايف، ما هو الأسد الغالب غالب وهيفضل غالب. اطمني اطمني. كم واحد مطمن النهارده؟ طب انا هقول لكم الخمس كلمات، الخمس كلمات دول عايزين نقولهم مع بعض. لا دينونة، قول كده لا دينونة، لا دينونة، لا خوف، نعم للرجاء. هو يعمل في حياتي الآن، هو معي الآن. هنعيد للرب. أمين. نعيد لك، نحتفل بك، خلاصنا يا إله تسبيحنا. نعيد لك، نحتفل بك، وانت فرحتنا، بالحمد نبتهل بك. لك نرفع ذبيحة الحمد، نسبحك بطيبة القلب. أنت نشيدنا، هللويا 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 هللويا. يمكن ما نتقابلش في العيد، بس احنا بنعيد للرب دلوقتي، وكل ايامنا تبقى افراح، وكل ايامنا تبقى اعياد، لانه رفع الدينونه لا شيء من الدينونه، لانه شال الخوف من جذوره، لانه اعطانا رجاء، لانه يعمل الان، لانه معنا. امين. طيب خلونا نختم بالصلاه الربانيه المرنمه. والبركة الرسولية. كل سنة وحضراتكم طيبين. الحد الجاي مش هنيجي، مفيش اجتماعات. احتفال رأس السنة هيكون أونلاين، العيد برضو هيكون أونلاين، لكن النهاردة احنا عيدنا للرب وفرحنا بالرب، صح ولا لأ؟ عيدنا للرب. خلونا ندي يد للرب العظيم القدير، ملك الملوك ورب الأرباب الحال في وسطنا. هاللويا. أبانا الناس في السماء يا فقا، داس اسمك يأتي، ملكوتك لتكن، ما شئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا
إله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد. كل شعب الرب يقول أمين.